تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة. وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم معالي الدكتور مامادو تانجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا الصديقة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصافرية. كما نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس الغامبي وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من الرخاء والتطور، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس الغامبي ولشعب غامبيا الصديق بدوام التقدم والنماء. ورحب حضرة صاحب الجلالة بمعالي وزير خارجية غامبيا والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج وبزيارته للمملكة، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية الطيبة وفرص التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وآفاق تعزيزها وتنميتها. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تحرص على توثيق علاقاتها مع جمهورية غامبيا في كافة الميادين التي تخدم مصالحهما المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الغامبي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال والضيافة وعلى ما لمسه من حرص واهتمام على توطيد علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا تطلع غامبيا وسعيها للارتقاء بأوجه التعاون مع المملكة في مختلف المجالات الحيوية.